مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حل مشكلة توقف التاتش في الهاتف. يعني لو موبايلك تاتش وقف هنعمل ايه؟ طيب الحل ده ان شاء الله هيكون لأجهزة اوبو. يعني انت لو موبايلك اوبو فالحل ده اكيد 100% هيكون شغال عندك. طبعا في حالات هنقدر نشغل فيها التاتش وفي حالات تانية مش هنقدر نشغل التاتش وهنكون مضطرين ان احنا نغير شاشة الموبايل. هقول لكم على حل واثنين وثلاثة وان شاء الله يكونوا شغالين عندكم باذن الله. لو الحلول دي كلها ما نفعتش معاك يبقى انت كده هتكون مضطر ان انت تروح لحد بتاع صيانة وتغير شاشة الموبايل. عشان ما اطولش عليكم يلا بقى ما تنسوش اللايك الجميل وتنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا ندخل للشرح. مش هنقدر نشغل فيها التاتش وهي لو الموبايل بتاعنا وقع في المية. ما تنسوش الفيديو ده لأجهزة اوبو، والطرق اللي احنا هنقولوها النهاردة دي هتكون لأجهزة اوبو. اول حاجة لو موبايلك وقع في المية، ما تشغلوش، هتسيبه مقفول وبعد كده تبدأ تشغله. طيب لو شغلته الموبايل وبعد كده التاتش ما اشتغلش، فاعرف ان انت كده مضطر ان انت تغير شاشة، لان بيكون صعب جدا ان التاتش يشتغل تاني كده، بيكون التاتش اتحرق. الحاجة التانية لو موبايلك وقع هتجرب الطريقة اللي انا هقولك عليها في الفيديو ده. طيب لو اشتغلت الطريقة تمام يبقى احنا كده موبايلنا اشتغل وما خسرناش اي حاجة وما رحناش لاي حد. طيب لو ما اشتغلش يبقى احنا كده برضو مضطرين نروح لحد بتاع صيانة، واغلبية اجهزة اوبو مفيش حاجة اسمها تغيير تاتش، بس بيكون تغيير نص كامل او تغيير شاشة وتاتش، ودوت هيكون امر خلاص لابد منه. الحالة التالتة عندنا لو انت لسه مغير شاشة موبايلك وكل شوية التاتش بيقف منك. الحل ده هيشتغل معاك، بس نصيحة مني لو التاتش بيقف منك اكتر من 5 6 مرات في اليوم فلازم تروح للشخص اللي غير لك الشاشة دي، لان كده هيكون في عيب في الشاشة اللي انت غيرتها. نيجي بقى عند الحل بتاع الفيديو ده اللي احنا عاملين عشانه الفيديو ده النهاردة. الحل بكل بساطة ان انت بتمسك موبايلك، عندنا مثلا موبايل اوبو اهو زي ما انتم شايفين الشاشة بتاعته مكسرة 50 حتة، بس دلوقتي احنا عايزين نشغل التاتش. جينا نفتح الموبايل او نضغط على زرار الباور لقينا ان التاتش بتاعنا مش شغال. طيب هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله ان احنا ممكن نضغط على زرار الباور بالظبط كده على الساعة، تحسبها على الساعة 13 ثانية بالظبط. طيب لو الموبايل قفل مننا ورجع فتح تاني خلاص كده تمام دن. طيب لو الموبايل ما رضاش يقفل اساسا ايه اللي احنا هنقدر نعمله؟ هنضغط مع بعض كده على زرار الباور اهو زي ما انتم شايفين، هنضغط بالظبط 13 ثانية وهنشوف الموبايل هيعمل ايه. طبعا الموضوع ده بيختلف من موبايل لموبايل، من اصدار لاصدار. في موبايلات لما بتضغط على زرار الباور 13 ثانية الموبايل بيقفل وبيفتح تاني وبتلاقي التاتش اشتغل، في موبايلات تانية لا. طبعا الموبايل ده زي ما انتم شايفين اهو ما قفلش بعد ما ضغطنا 13 ثانية. طيب هيكون ايه الحل؟ وركز معايا كويس جدا، هتضغط على زرار الباور وهتضغط على الزرار اللي بيعلي الصوت زي ما انتم شايفين كده، زرار الباور مع الزرار اللي بيعلي الصوت، وهتفضل ضاغط كده زي ما انتم شايفين اهو. انا لو ضغطت كده على زرار الباور اهو، ضغطين على زرار الباور جاب لي علامة قفل الشاشة، بس زي ما انتم شايفين مش شغالة خالص خالص خالص، العلامة مش شغالة وكده التاتش مش شغال. طيب انا عايز اقفل الموبايل واعيد ان هو يرستر تلقائي. كل اللي انا هعمله دلوقتي ركز معايا، هضغط على زرار الباور مع الزرار اللي بيعلي الصوت وهفضل ضاغط كده لمدة 11 ثانية. طيب بعد ما اضغط اول ما الموبايل يدي فايبريشن ويقفل مني هقوم شايل ايدي على طول اهو، اول ما الموبايل بدأ يفتح هقوم شايل ايدي على طول وهستنى الموبايل يفتح لوحده. طيب هتحاول ان انت اول ما الموبايل يفتح ما تضغطش على اي حاجة. طيب ممكن يتأخر في الفتح، ممكن يتأخر حوالي 30 ثانية، دقيقة، دقيقة ونص، ممكن يوصل لحد دقيقتين وهو بيفتح. بالطريقة دي كده احنا بنعيد تهيئة الاندرويد تاني،
وما تقلقش، مفيش اي حاجة خالص هتتمسح منك، ومفيش اي حاجة خالص هتروح على الموبايل. عشان في ناس ياما بيقولوا ان دي طريقة السوفت وير، لا دي مش طريقة السوفت وير بتاعت اجهزة الاوبو، ما تقلقش من اي حاجة خالص. طيب لو موبايلك بالفرض اهو، الموبايل كده قدامي اهو زي ما انت شايفين فتح واشتغل، ولو جيت اقفله اهو تاني هو ما كانش راضي يقفل اهو، هنلاقي السهم اهو بدأ يتحرك معانا، وكده الموبايل اشتغل من غير ما نروح لاي حد بتاع صيانة. طيب اسمع النقطة الاخيرة دي لانها ممكن تفيدك جدا. لو انت عملت الطريقة اللي انا قلت عليها، والطريقة دي بتحصل في جهاز او في جهازين، ونادرا لما انت بتكون غلطت وانت بتضغط، تمام، ممكن الجهاز يبدأ ياخد معاك سكرين شوت. حتى لو اخد سكرين شوت وهو كده، افضل برضو ضاغط ال 11 ثانية بتوعك او ال 12 ثانية بتوعك، هتلاقي الجهاز قفل. طيب لو الجهاز دخل على اي حاجة تانية وانت ما انتش فاهم الجهاز دخل على ايه، يعني دخل على ايقونة الفاست بوت او دخل على ايقونة الداونلود مود، ما تقلقش خالص من الكلام ده. حتى لو انت مش عارف الكلام ده، اول ما تلاقي الجهاز دخل على حاجة انت مش فاهمها، مش هتعمل اي حاجة غير انك تضغط على زرار الباور بعدها 12 ثانية بالظبط، هتلاقي الجهاز قفل. واول ما يدي فايبريشن ان هو بدأ يفتح، خلاص كده انت هتشيل ايدك على طول وتسيب جهازك يفتح وتجرب شاشتك، ان شاء الله هتلاقي التاتش اشتغل بنسبة 100%. الموضوع ناجح بإذن الله، طالما تليفونك ما وقعش في مية، طالما تليفونك ما تعرضش لصدمة جامدة والتاتش وقف، ولو انت مش مغير لسه شاشة والتاتش وقف منك. تمام كده، دول الثلاث حالات اللي ممكن التاتش بعدهم ما يشتغلش. ان شاء الله يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تقلقش مفيش اي حاجة هتتمسح، الموبايل هيفضل شغال زي ما هو، مفيش اي حاجة. ده الموضوع كله ان احنا بنعمل اعادة تهيئة للسوفت وير عشان يبدأ يشتغل التليفون تاني. لو الموضوع ده ما اشتغلش معاك والطرق دي ما اشتغلتش معاك، ما تنساش بقى تسيب لي كومنت وتسألني وتكتب لي نوع الموبايل بتاعك، وانا ان شاء الله هشوف لك حل. ولو عندك اي سؤال في اي حاجة تقدر ان شاء الله تبعت لي وانا هرد عليك على طول. الطريقة دي شغالة لكل اجهزة اوبو بكل الاصدارات، من اقدم حاجة لاحدث حاجة، وما تقلقش من اي حاجة، كل حاجة هتفضل زي الفل، وجهازك ان شاء الله هيشتغل. لو الطريقة اشتغلت معاك ما تنساش بقى تكتب لي كومنت جميل تحت الفيديو، وإن شاء الله تابعوا الفيديوهات الجديدة، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واشوفكم على خير الفيديو الجاي بإذن الله.